من مستمرين معاك وتغطيتنا لهذه المباراة، وواحد من اللاعبين المميزين اللي ظهروا في هذا اللقاء بشكل أكثر من رائع وجمعوا حديث مع مستر ريكاردو سواريش واللاعب مصطفى معوض لاعب فريق بتروجيت، جمعوا حديث بعد نهاية اللقاء مع مستر ريكاردو سواريش اللي أشاد به في أدائه في هذه المباراة. مصطفى برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وخلينا أحييك النهاردة على أدائك على المباراة. قول لي الكابتن هيثم شعبان حضركم وجهزكم للمباراة دي إزاي؟ في الاول طبعا برحب بحضرتك وبرحب طبعا بكل الكبات الموجودين مع حضرتك في الاستوديو. طبعا احنا كابتن هيثم تقريبا شغال معانا بقاله شهر بس، فاشتغل معانا اول ما جه حط بلان ان احنا نشتغل عليها الفتره اللي جايه. ما كانش طبعا باين ان احنا نلعب الاهلي او بيراميدز لان كان لسه دور الثمانيه ما تلعبش، طبعا اتلعب الاسبوع اللي فات، بس احنا بنحضر من بدري المباراه دي سواء الاهلي او بيراميدز. طبعا النهارده طبعا كابتن هيثم شغال معانا بكل سبل العمل المثاليه. الراجل طبعا كان عايز دايما ان هو بيتكلم معانا طبعا معنوي كتير ان احنا بنلعب اكبر سكواد في افريقيا، فدي حاجه طبعا كبيره. النادي الاهلي نادي كبير، لكن برضو احنا كلاعيبه عندنا دوافع. طبعا كل لعيب عايز يعبر عن نفسه، كل لعيب عايز لو عنده طموح ان هو يلعب دوري ممتاز يكون متواجد في منتخب مصر طبعا بين الكبار، فدي حاجه كويسه. طبعا لعيب الكوره دايما شغال عشان النقطه دي. لعيب الكوره دايما يحب مباريات الاهلي، يحب ان هو يظهر قدام الاهلي ويلعب قدام النادي الاهلي. على المستوى الشخصي انت يا مصطفى، كان تحضيرك للمباراه دي ازاي؟ واكيد بتتمنى طبعا المباراه، الجميع بيتابع وبيتفرج على مباراه اهلي وبتروجيت. طبعا زي ما قلت لحضرتك انت بتلعب قطب من قطبين مصر نادي الاهلي، وزي ما قلت لحضرتك برضو بكررها من اكبر سكواد في افريقيا، وطبعا اول ماتش لمستر ريكاردو. تحضيري انا للمباراه طبعا من وانا صغير واي لعيب كان عنده طموح ان هو يلعب دوري ممتاز ويلعب منتخب مصر ويوصل طبعا للتوب ليفل، فدي حاجه الواحد شغال عليها من بدري. مش النجاح ما بيجيش من يوم وليله زي ما حضرتك عارف، النجاح بيجي من شغل متراكم، وفي نفس الوقت ربنا طبعا بيكافئك في الوقت المناسب. فده من وقت وانا صغير طبعا، من خلال لعب مثلا في اكاديميات، ثم تدرج في الناشئين، ثم التدرج للفرق، ثم الفريق الاول، ثم ده كله نتاج شغل ونتاج تعب كبير، وربنا بيكافئك في الوقت المناسب طبعا، وربنا دايما بيدي لصاحب العطاء الكبير وصاحب المجهود طبعا. عايز اخدك بقى لنقطه مهمه جدا عقب نهايه اللقاء، في حديث جمع بينك وبين مستر ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي، عايزين من خلال قناه النادي الاهلي تحكي لنا ايه اللي حصل وايه الحديث اللي دار بينك وبين مستر ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي. انا طبعا خلصت المباراه ودخلت طبعا غرفه اللبس مع زمايلي، فمستر ريكاردو كان جاي بالخلف هو طبعا المترجم، فنادى عليا من وكلمني من خلال المترجم اللي معاه، فاتكلم معايا كويس وكده وقال لي اسمك ايه. طبعا عرفته بنفسي، قال لي كويس النهارده وشد حيلك في اللي جاي وربنا يكرمك. من خلال المترجم طبعا وصل لي الكلام بتاعه، قلت له طبعا مبروك عليك النادي الاهلي وربنا يكرمك في اللي جاي، وان شاء الله تحقق معاهم نتائج مرضيه وتوصل اللي حضرتك محتاجه يعني باذن الله. وهو اتكلم معايا وقال لي شد حيلك هنتابعك الفتره الجايه باذن الله، وبس ده الحوار اللي حصل. وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك شرف لاي حد طبعا شرف زي ما قلت لحضرتك لاي حد انه نلبس شيرت النادي الاهلي، فما فيش حاجه بعيده عن ربنا وكل يجيبه ربنا كويس طبعا. بس احنا طبعا ما نفضلش قاعدين طبعا، لازم نشتغل والشغل والكفاح، ما فيش حاجه بتيجي بالسهل يعني. حلم من احلام حياتك تلبس قميص النادي الاهلي؟ والله طبعا حلم لاي لعيب بيلعب انه زي ما قلت لحضرتك اكبر سكواد في افريقيا واكبر نادي في افريقيا كاهلي كقطب من قطبين الكره المصريه، فشرف لاي حد طبعا في الفانله الحمراء. وانا طبعا ده كله مش نتاج تعب انا بس، ده بالعكس ده تعب من خلال تعب الفرد، من خلال تعب المجموعه كلها، من خلال زمايلي في الفرقه كلهم طبعا لعيبه محترمه ويستحيل يلعبوا دوري ممتاز، من خلال طبعا الجهاز الفني بقياده كابتن هيثم شعبان، من خلال طبعا مجلس الاداره اللي عمره يعني شغال دايما معانا دعم مادي ومعنوي غير طبيعي، يعني بحب اشكرهم وانا متواجد مع حضرتك. احنا طبعا كبتروجيت شغالين سلسله مترابطه، مجلس الاداره مكونه من اول حلقه طبعا عده حلقات مترابطه، مجلس اداره والجهاز الفني والطب والاداري واللاعبين وطاقم العمال طبعا، فدي حاجه كويسه وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. شكرا يا مصطفى، ابو توفيق في اللي جاي. ربنا يعزك، شكرا.